أهلا بكم في هذا المساء. أربعة ملفات نطرحها عليكم بحيثياتها وأبعادها. تستمر الاحتجاجات ضد قانون القومية في إسرائيل. الطائفة الدرزية تواصل معارضتها وتنتظر رد الحكومة الإسرائيلية وتدعو للتظاهر ضد القانون. في خطوة قد تجعل صفقة القرن الأمريكية في طي المطاف، مصر تؤكد أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، والسعودية تبلغ واشنطن أنها ليس بمخدورها دعم الصفقة. انطلاق الجولة العاشرة من مفاوضات أستانا في سوتشي بشأن سوريا بحضور ممثلين عن النظام والمعارضة لبحث القضايا الإنسانية والسياسية ومصير محافظة إدلب. العملة الإيرانية تسجل تراجعا قياسيا حادا أمام الدولار الأمريكي، والسلطات الإيرانية تعتقل العشرات بتهمة إثارة البلبلة الاقتصادية وسط انتشار أمني مكثف في شوارع طهران تحسبا لاندلاع مواجهات. الاحتجاجات والخطوات التصعيدية ضد قانون القومية في إسرائيل مستمرة، حيث انضم اليوم عدد من قادة الشرطة السابقين لاحتجاج الطائفة الدرزية ضد قانون القومية، كما ودعت قيادات الطائفة الدرزية للتظاهر يوم السبت في تل أبيب ضد القانون، في حين أعربت القائمة العربية المشتركة عن نيتها اعتراض القانون وتغييره من خلال تصعيد المواجهة السياسية والشعبية، داعية أعضاء الكنيسة العرب في الائتلاف الحاكم للاستقالة. يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بموقفه من قانون القومية الذي أقره الكنيست مؤخرا وأثار عاصفة من الانقسامات، حيث قال نتنياهو إن القانون لن يمس بحقوق الأقليات غير اليهودية في إسرائيل. وبموازاة ذلك تستمر الاحتجاجات والخطوات التصعيدية ضد القانون، حيث أعربت القائمة العربية المشتركة عن رغبتها بالتصدي للقانون والعمل على تغييره من خلال تصعيد المواجهة السياسية والشعبية، داعية أعضاء الكنيسة العرب في الائتلاف الحاكم للاستقالة. يأتي ذلك فيما تستمر الاحتجاجات داخل الطائفة الدرزية على مشروع القانون، إضافة لاستمرار الضغوط لتغييره. قانون القومية هو قانون مهم لن يتغير، نحن نؤمن به ولا نخجل بذلك، وسوف نطبقه لأنه يوازن قيم إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. من جهته أعلن نتنياهو تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس الطاقم في ديوان رئيس الحكومة يوآف فوروفيتش، وتضم الوزير ياريف ليفين إضافة لرؤساء سلطات محلية درزية، وتهدف اللجنة إلى إقرار تشريع ملحق بالقانون يعزز وضع أبناء الطائفة الدرزية في البلاد. هذا وعقدت اللجنة اليوم أولى اجتماعاتها مع قيادات درزية. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد شكيب شنان خبير في الشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك. ولكن في البداية نبدأ مع مراسلنا أدهم حبيب الله الذي يتواجد في تظاهرة في تل أبيب تحت اسم درس العربية الأكبر في العالم. مرحبا بك أدهم. أدهم ضعني في الأجواء لدي. نعم فراس، إذن نحن نتواجد هنا في ميدان بيما في مدينة تل أبيب لليوم الذي دعي إليه بما يسمى يوم اللغة العربية الأكبر، وذلك احتجاجا على قانون القومية الذي يستثني اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد ويعطي مكانة واضحة للغة العبرية. بدعوات كانت هنا من حركات يسارية وأيضا من أحزاب يسارية ونشطاء سلام وصلوا إلى هذه المنطقة. نحن نتحدث عن المئات من الناشطين الذين وصلوا، حيث قاموا هنا بالتركيز على أهمية ومكانة اللغة العربية بالإضافة إلى الحديث باللغة العربية كلغة رسمية. ونحن نشاهد هنا أيضا تواجد لفنانين الذين قاموا بالتركيز على مكانة اللغة العربية، جميعهم يتفقون على شعار واحد لا غير، وهو لا لقانون القومية، نعم للحياة المشتركة وأيضا للقيم الديمقراطية والمساواة. ونحن شاهدنا أيضا هنا توافد لعدد من السياسيين في هذه المنطقة. البارز طبعا هو وجود المئات من الناشطين عربا ويهودا في هذه المنطقة، الجميع هنا يتكلم باللغة العربية وأيضا يكتب اللغة العربية، بالإضافة إلى عدة فعاليات كانت هنا في أطراف قبل انطلاق مثل هذا اليوم. ونحن نسمع أيضا من نشطاء السلام أن هذه الدعوات ومثل هذه الأيام ستستمر حتى إلغاء
قانون القومية. نعم أدهم، من ورائك أيضا لافتة غطت المتواجدين في المكان تقول بأن قانون القومية يساوي العنصرية. شكرا جزيلا لك أدهم حبيب الله، كنت معنا من هذه التظاهرة في مدينة تل أبيب. أعود إليك سيد شكيب. بالنسبة للحراك للطائفة الدرزية ما زال مستمر، انضمام من قبل ضباط في الجيش الإسرائيلي، واليوم قادة في الشرطة، قادة سابقين للشرطة الإسرائيلية، هناك لقاءات حثيثة مع الحكومة الإسرائيلية ومع أطراف عدة. على ماذا يدور الحديث الآن؟ الحقيقة أن رئيس الحكومة بعد سلسلة لقاءات أجراها مع قيادات من الطائفة الدرزية في نهاية الأسبوع القادم ومطلع هذا الأسبوع، قام بتشكيل لجنة من كبار موظفي مكتب رئيس الحكومة مع قيادات من الطائفة الدرزية برؤساء مجالس، والشيخ أبو حسن الموفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، وأعضاء كنيست حاليين وسابقين وغيرهم، ودار النقاش. ويعني أعترف أني كنت أنا أحد أعضاء هذه اللجنة، وأنت من القياديين في هذا الاحتجاج. ليس فقط، والموضوع الذي طرح كان هنالك ثلاث طروحات، احنا لم نوافق على اي نقاش الا بعد الوصول الى حل حول قضية قانون القومية. بقية الأمور مساواة وغيرها نحن ننتظر، انتظرنا 70 سنة ونستطيع الاستمرار بالانتظار. نحن بادئ ذي بدء، لن نتنازل ولا بأي شكل من الأشكال عن الحاجة إلى تغيير قانون القومية والحل الدائم لمكانة الطائفة الدرزية. أي المقترحات رفضت؟ بغض النظر، بما أننا نحن لا نزال في خضم هذه المفاوضات، أنا أفضل عدم الدخول إلى المقترحات. كان هناك الكثير من المقترحات، نحن قلنا نحن في صدد الحوار حول موضوع واحد فقط، وهو تغيير قانون القومية ليضمن بقاء وكرامة الطائفة الدرزية والأقليات الأخرى في دولة إسرائيل، ونحن لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن هذا الموقف. بالرغم من تمسك نتنياهو بالقانون، حاليا تم اليوم جلسة طويلة دامت قرابة 4 أو 5 ساعات تم التداول بها بكل القضايا، ونتنياهو أجل الموضوع إلى يوم الأربعاء القريب ليتم الحديث بشكل واضح والعودة بعد المشاورات مع المستشار القضائي للحكومة والمشاورات مع الوزراء الذين شاركوا في الجلسة مع القيادات الدرزية التي شاركت اليوم، وسنعود للقاء آخر يوم الأربعاء القادم لسماع المقترحات التي تتمخض عن المداولات التي سيقوم بها مكتب رئيس الحكومة مع المستشار القضائي للحكومة. والمساعي الحثيثة مستمرة في اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع الكثيرين من القيادات، قيادات رؤساء الأحزاب الآخرين الذين يشكلون اليوم الائتلاف الحكومي. ونحن نعلم أن هنالك مجموعة من أعضاء الكنيست الإسرائيلي عددها 25 عضو كنيست قدمت اقتراح لاجتماع الكنيست في تاريخ 8/8، ومن بين طبعا الصديق النائب أكرم حسوم والنائب صالح سعد هم من أعضاء الكنيسة الذين وقعوا على هذه اللائحة. وطبعا لا نتوقع أن يكون تغيير نتيجة هذا الحوار الذي سيكون في الكنيسة، إنما الموضوع سيطرح وسيتم طرح الأمور، ولكن الأغلبية للحكومة لا تزال موجودة، رغم مع أن السادة أكرم حسون وحمد عمار أعضاء في الائتلاف وصوتا ضد القانون، ولكن تصويتهم لم يغير النتيجة لأن الحكومة تملك أغلبية بكل الحالات. أضف إلى ذلك حقيقة لابد من الوقوف عندها أن هنالك أيضا التماس لمحكمة العدل العليا
قدم من قبل قيادات درزية من بينهم أعضاء كنيسة موجودين الآن ورؤساء سلطات محلية، وهنالك سلسلة إضافية من الالتماسات لمحكمة العدل العليا سيتم تقديمها قريبا. نعم سيد شكيب شنان خبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا بث حي مباشر من داليا، من قرية دالت كارمل في شمال إسرائيل، سيد أكرم حسون عضو كنيسة من حزب كولانو. مرحبا بك سيد أكرم. سيد أكرم أبدأ معك في البداية من دعوة القائمة المشتركة لكم بالاستقالة، كيف تقرأ هذا الموضوع في البداية؟ طبعا أولا أحييك وأحيي جميع المشاهدين، ولكن يعني نحن في الائتلاف وفي العديد من الحالات نستطيع أن نقرر. المعارضة لغاية الآن يعني شاهدناها في عدة قرارات لم تكن متكاتفة وليست هناك أي معارضة. تخيل لو أنا مش موجود في الائتلاف وسموتريتش والمتطرفين سيستمروا كل اثنين وخميس بتقديم قوانين عنصرية. نحن استطعنا لغاية الآن بإيقاف العديد من القوانين وتعديل القوانين والتأثير على أخذ القرارات والميزانيات من أجل الوسط العربي. فبرأيي يعني هذه الطلبات هي طلبات مزيفة، وأنا أقول بالعكس، يعني القائمة العربية المشتركة إذا أرادت أن تعمل أي شيء وتريد أن تعطي الأمل للمواطنين العرب يجب عليهم الاستقالة، لأنه جزء منهم كبير دائما هو من يبادر في مشاكل الكراهية والعنصرية بين الشعبين. وبرأيي هذه التصرفات لم تعطي أي نتيجة لأي مواطن عربي. نحن لا نريد قتل الناطور، نحن نريد أكل العنب للمواطنين، نريد أن نقدم المواطنين في إسرائيل. وبرأيي يعني التصرف الغير مسؤول من العديد من الأعضاء الكنيسة هو يعني يسود سمعتنا كعرب، وكذلك يزيد الكراهية من اليهود إلى العرب، ونحن بغنى عن ذلك. نعم سيد أكرم، كما ذكرنا الاحتجاج من قبل الطائفة الدرزية مستمر وأنتم في قيادات هذا الاحتجاجات، قدمتم التماس للمحكمة العدل العليا، وعلى ما يبدو سوف يكون نقاش في الكنيسة. كيف ترى وجهة الأمور وأنت داخل الأمور السياسية بشكل كامل؟ أخي فراس، كما تعلم أني أنا اللي قدمت الالتماس. صحيح. أنا ورابطة المحامين الدروز برئاسة سامر علي، وطبعا طلبنا كذلك من رؤساء المجالس المحلية وأعضاء الكنيسة أن يكونوا جزء من هذه طبعا من هذا الالتماس. برأيي أن المحكمة العدل العليا لم يكن لها تجربة في الماضي بالتداول في قانون أساسي مثل قانون القومية، وأنا طبعا أتشاور مع رجال القانون الكبار في إسرائيل، ولنا أمل كبير جدا بإبطال هذا القانون المجحف والعنصري في حق جميع المواطنين. استمعنا إلى الحاكم ماتسا، واستمعنا إلى الحاكم براك الذي ترأس محكمة العدل العليا، وأنا أقول لك عندما قرروا من سيقود الجلسة الأولى هي ستكون رئيسة محكمة العدل العليا السيدة خيوط، ومعها النائب الأول وكذلك الحاكم هندل، وهذا طبعا يعني طاقم من الحكام الأفضل في محكمة العدل العليا. هذا يدل على أن هذه القضية هي قضية مصيرية وخاصة لمحكمة العدل العليا. وبرأيي من أجل كرامة دولة إسرائيل ومن أجل كرامة الشعب اليهودي والديمقراطية الإسرائيلية بعونه تعالى سننجح بإبطال هذا القانون. نعم لكن سيد يعني المجحف في حقه هناك أقليات. نعم لكن سيد أكرم، رئيس الوزراء نتنياهو متمسك بهذا القانون وقالها خلال لقاءاتكم أيضا معه، ويقترح عليكم رزم اقتصادية وأمور أخرى، ماذا سوف تقبلون في نهاية المطاف؟ أخي فراس، أنا ذهبت مرة واحدة الأسبوع الماضي لرئيس الحكومة واستمع إلي مطولا، وهو لم يقل أنه لن يعدل القانون، هو قال لن يعدل القانون. فقط بالأمس استمعت إليه وإلى تساحن النقبي، ولذلك قاطعت الجلسة بالأمس ولم أذهب إليه أبدا. أنا لا أريد لا رزمة مساعدات ولا هبات، وأنا لست بشحاد، أنا مواطن إسرائيلي من الدرجة الأولى، لن أقبل إلا المساواة الكاملة. ولذلك أنا أقول لصديقي شكيب شنان وكل من حاور رئيس الحكومة اليوم، وأنا لم أشارك في هذه اللجنة وطلبت إعفائي من ذلك لأني لا أؤمن بهذه الطريقة التي تصرف بها رئيس الحكومة وبعض وزراء اليمين، وأنا أطالبهم بمقاطعة هذه الجلسات
لأنها ستكون حبرا على ورق بدون أي رصيد. نحن نريد أن نكون أصحاب البيت، نحن لسنا قادمين جدد ولا قادمين قدامة، نحن أصحاب البيت وأصحاب الأرض، ونحن مواطنين نعتز بانتمائنا إلى هذه الدولة، هذه دولتنا، ولذلك لن نقبل أن نكون مواطنين درجة ثانية مهما كلف الثمن، لأننا نؤمن بالقضاء الإسرائيلي، ولذلك توصلنا إلى محكمة العدل العليا. وبرأيي سننجح مع سامر علي وجميع المحامين وأصحاب الضمائر أن نغير هذا القرار المجحف في حقنا كمواطنين. نعم سيد أكرم حسون، عضو كنيسة عن حزب كولانو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الملف الثاني.